أرجع معك عادل في علاقة باللي قلته أكثر من مرة. الحقيقة قلت أنه قيس سعيد فشل، أو مسار قيس سعيد فشل بوضع المعارضة في السجن، وهذا مش باش ينقذ البلاد. ترى أنه قيس سعيد فشل حقيقة؟ ممكن نقول واحد فشل راهو اللي يحاول، بس هو حاول عمره ما حاول. هو اصلا كي جا في 2019 قال ما عندي ما نقدم، قال فقط نعطي وسائل الشعب باش هو يدافع على حقوقه، وهذا هو اش قال. وهل نجح في توفير وسائل للشعب باش يدافع على حقوقه؟ فشل ذريع، هو جاء على اساس انه تداوي الفشل بتاع الحقبه اللي قبله، فشل فشلا اكثر منه، لانه هو امتداد لنفس العقلية اللي سادت في تونس من انتخابات أكتوبر 2011. انتخابات أكتوبر 2011 حولت وجهة السياسة من تسيير الشأن العام نحو الحكم. هذه هي المصيبة نحن اللي عشناها بعد 2011، بعد الانتخابات. خطر السياسة في المراحل الانتقال الديمقراطي أو في مراحل الاستقرار الديمقراطي، الموضوع الأساسي للسياسة ليس الحكم بمعنى تسيطر على جهاز الدولة، بل عندك برنامج لتسيير الشأن العام. أنت عندك برنامج، الآخر عنده برنامج، نمشوا في إطار انتخابات وتشوف الشعب يختار التوجه هذا والتوجه. الشأن العام يعني الاقتصاد ولا للصحة والتعليم، كل ما يهم معيشة المواطن. احنا سيبنا هذا، والديمقراطية اللي عشناها أو بين ظفرين، يعني أنا حسب رأيي تونس من التوانسة لتو ما عشناش حتى تجربة ديمقراطية. عشنا تجربة بتاع حرية سيفري، لكن ديمقراطية ما وصلنا لهاش، قاعدين نحاول وكذا. فك المرحلة هذيك مش معناها الحكم، تشوف حتى من فترة النهضة الحكم في مونبليزير وفي التأسيسي، والشأن العام أنا حاطين له رئيس حكومة شو اسمه ضعيف شوية، شو اسمه جبالي وكذا كذا. حتى البيجي بيد عوض يحط واحد بعد 2014 من نداء تونس يطبق مع جابانيا تونس، جاب واحد تكنوقراط ما عندوش علاقة بالمنهج السياسي. نحكي على سلاح حبيب الصيد لهنا. الحبيب الصيد حتى قيس سعيد هو في نفس المنظور. علاش نقول لك فشل؟ ما ينجم كان يفشل، لأنه ما ينجمش تتركز أنت في السياسة على مسألة الحكم، طبيعي جدا باش تفشل في المسائل الأخرى. الفرق بين قبل وتوا شنو؟ قبل كانوا الحكم والهدف هو الحكم، لكن التعلة كانت هي شرعية الانتخابات، تقسم منا داني منا نحكم مع هذا نمشي مع هذا، واللي يسبوا اليوم في الحملة الانتخابية يوم غدوة يتحالف معه. هذيك علاش في الكتاب سميتها مرحلة حاكمية التسيب، هذا هو اللي يحكم قبل 25 جويلية. اش عمل قيس سعيد؟ نفس الإشكالية متاع الحكم، كنتوا تضاربوا عليه أو تنفكونا واحد ني غياني بلوس، بقى كيقبل كيتول. الشأن العام مهمش تماما، ولو انه فما فرق صحيح نقولوا قبل صارت شويه تجاربكم، وزراء حاولت منا كذا، لكن الهيكله السياسيه العامه من بعد الثوره تو ما تنجم تخلي حتى حد ينجح. قيس سعيد تو ماشي في اكثر فشل. علاش؟ على خاطر الاشياء اللي طرحها ماهيش متاعه هو. قيس سعيد نعرفوه لا قبل الثوره ولا بعد الثوره عمره ما كتب نص سياسي، كتب على باكونين ولا على الاناخشيزم، هو باش يحكي على البناء القاعدي، مش نتاعو البناء القاعدي. الافكار اللي جابها باش نعرف حتى نقولوا نحن فشل، هما ثلاثة اشياء قايمه عليها سوا ديزون هالمسار نتاع 25 جويلية، اللي هو لا سار بالسين ولا صار حتى في دولة مسار في التاريخ جمع. عندك البناء القاعدي، عندك الشركات الأهلية، وعندك صلح الجزائر، هكا ولا لا؟ وعند بالضبط، وأنا نحب نحكيو على الشركات الأهلية مثلا، خلينا في النقطة الأولى. جست نقول لك هذوما الثلاثة، نحكيهم بالعام، هذوما الثلاثة فشلوا. فشلوا خاصة يعني في جانفي 2023 وقت الدور الثاني للانتخابات التشريعية، فشل هالمسار السياسي هذا كله. هذيك علاش أنت لو تلاحظي ترجعي في فيفري 23 فجأة تبدلت الرياكسيون تاع السلطة. فيفري 23 وصار فجأة طلعت قضية نتاع التأمر على الدولة. فيفري 23 كذلك فجأة خطاب عنصري بأتى معنى كلمة ضد المهاجرين، معنى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. والحاجة الثالثة اللي ظهرت كذلك في فيفري 23 هي هجوم كاسح على صندوق النقد الدولي.
يعني التغير كامل في السياسه. علاش؟ يعني المرحله نتاع تجربه الخيارات السياسيه اللي اعلن عنها قبل وطبلونا عليها وكذا كذا فشلت كلها. في 23 مرينا صراحه الى الحكم بالقوه بدون اي مشروع، وعلى حساب كما كنت نحكي قبيله على حساب الدوله وعلى حساب شطو مصالح المواطنين الى غير ذلك. اللي نحن نشوف ما ثم حتى حل لا للخبز لا للسوق، يعني حتى نحن تجاوزنا هاك تسيير الشان العام في بعده العام المعروف في الدول الاخرى، الكل نعمل نمو اقتصادي ونعملوا مواطن شغل وتولي عندنا صادره، لا ما عادش نحلموا به هذاك. نحن ولينا عايشين حياه يوميه شبيهه بالشعوب في حاله حرب. الخبز ما فماش الماء. السيد الرئيس قال حرب تحرير وطني. اي هذاك هو التحرير الوطني، لانه هو بون هذاك هو راهو كلمه التحرير الوطني اللي يستعملوا فيه كل هذوما عبر التاريخ دائما باش يضربوا الحريات، يضربوا راك نقولوا يضربوا الحريات، راهي مش الحريات في دايروا دي نقطه مهمه نوضحوها للعباد. الحريه راهي ما عندهاش قيمه في حد ذاتها. الحريه بالنسبه لي كمواطن هي اللي تمكنني من اني نحكي ونعبر على حقوقي، حقي في الشغل، حقي في الامن، حقي في كذا. يا مواطن يا عادي، راهو اذا كان يقولوا لك الحريات هذه نتاع برجوازيه ونتاع نخب، لا، راهو الحريه راهي هي المفتاح نتاع العداله الاجتماعيه. هاو نحن من النخب السياسيه، اذا نحن نرجع لك الفتره نتاعنا، ايش تقول لك نلوم شويه على النخب السياسي اللي كنا نحكوا على المواطنين بما فيها اليسار، خطاب اليسار اللي هو مؤسس على العداله الاجتماعيه، حتى حد ما طلع فسر العداله الاجتماعيه، وثم ناس من اليسار اصل يقول لك نعم على العداله الاجتماعيه وخي مساله الحريه من بعد مساله الحريات، ما يعرفون القاعده الاساسيه المفتاح للحقوق. العداله الاجتماعيه في نهايه الامر مش قوالب جاهزه تتحطها هكا تطبقها على الناس كل كيف كيف، اللهم تطبق الفقر على الناس كل كما كان في التجارب الشيوعيه، اما العداله الاجتماعيه الحقيقيه كما جون راولز نظر لها وكما امارتيا سين وغيره هي من جملة الحقوق الأساسية اللي يلزم يتمتع بها المواطن. فما مواطن يحب يقرأ ولكن يحب يأخذ دبلوم ويمشي يولي حداد وينجح في حياته، من حقه أني هناك دولة نوفر له الظروف باش ينجح، لأني يعني باش نوفر له الرغبة هذيك، كيما واحد آخر يحب يقرأ ويطلع طبيب هذيك. دوك الحرية أنت اختيار كيفاش انت اصل تعيش، معناها تلبي الرغبات نتاعك الاجتماعيه وتفوقك في المجتمع ونجاحك في المجتمع، هذيك يدخل في باب العدل الاجتماعي. دوك الحريه راي للمواطن العادي قبل لك النخب. تو احنا مثلا كيفنا ولا كيف مؤرخين نكتبوا عاديين وكذا، لا وقت بورقيبه ولا وقت بن علي كانوا عاملين بصراحه بخلاف الدول العربيه الاخرى. راي الاساس الحريه هي مفتاح للمواطنين. هذيك علاش نحن من بين الاشياء اللي نحن غلطنا فيها في الحقيقة كانوا خب وكذا، وخاصة انك اللي وصلت للحكم الى غير ذلك، المسألة الأساسية قبيل حكيت لك على الشأن العام لا بوليتيك بوبليك، يعني لافير لي زافير بوبليك ما اهتمناهاش، هي المصالح نتاع المواطنين. هذاك واش خلق لنا؟ خلق لنا واللي هو راهو جاب الثورة على فكرة، رغم انه وقت بدا عليه كان ثم كوم اقتصاد وكذا، لكن ثم لا عداله اجتماعيه كانت الناس في المناطق الداخليه تعيش فيها. هذاك خلق ما نسميه بيك القلق الاجتماعي، لو ماليس سوسيال. الثوره جت لانه ثم ماليس سوسيال، المفروض بعد الثوره نهتموا بالماليس سوسيال. ولهذا دايوغ موجود حتى فوالا. حكيت عليه في الكتاب فوالا، واستعملت حتى رمزيه قصه امراه اسمها فاطمه عندها جرح، والجرح هذاك راه نرمز للماليس سوسيال. الماليس سوسيال نا جامي تي تريتي. هذيك علاش المالي السوسيال اللي هو ما تمتش معالجته بعد الثورة ومشى مشى تحول إلى غول، والغول هذاك هو اللي يتكلم باسم مساند القيس سعيد، وهو كنا نشوفه فيه في الفيسبوك وقت من واحد يتظلم صحافي ولا سياسي يتحط في الحبس، تسمع كان دكه في الحبس يستاهل وكذا كذا. يعني اكل المسألة نحكيك على المواطنين العاديين، مش نحكي لك الناس اللي تقبل هذاك الكل وراه يعكس لو مالي السوسيال اللي نحن فشلنا فيه، وللاسف الى حد الان حتى في ردود فعلنا على قيس سعيد ماناش مستحضرين هالابعاد هذه. قيس سعيد راه ماهوش ظاهره سياسيه، قيس سعيد المفتاح يعني لتجاوز هالمنظومه اللي انا سميتها منظومه التسلط الانفعالي، راهي ما تنجم تتحل الا اذا كان نقدم للمواطنين مشروع يخدم مصالحهم وطيراتهم. هي البرشا عادل.